حياكم الله من جديد مشاهدينا وحضورنا الكريم. يتواجد معنا اليوم الفنان عبد الله المزيني، ونسعد بمشاركته معنا في هذه الفقرة، نكتشف ميوله الشعرية ونستمتع معها أيضا. تفضل أستاذ عبد الله أبو مازن، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لمنطقة القصيم التي استضافت هذا البرنامج في جزئه الرابع على ما أعتقد، في حلقته السابعة ما أدري. شكرا للشاعر الأستاذ ناصر القحطاني على هذه الاستضافة، والتي أعتبرها تاجا على رأسي، وهو استضاف ابن القصيم بالقصيم، فشكرا له. شكرا لسعادة الأستاذ طارق اليحيى، شكرا للأستاذ سليمان محمد البحيري على استضافتهما في محافظتيهما الرائعتين في هذه الأمسية الرائعة. أنا أول ما دعاني الأستاذ ناصر رأيت ما يرى النايم أني شاعر، ما أدري يعني، قمت الصبح لقيت نفسي شاعر، فأقول ليلة سمر والمستضيفين ساحة، ساحة شعر وتحبها كل الأقطار، من شاعر المعنى شربنا قراحة، تجمعوا نقاد شعر وشعار. هناك يقول إلى منك بغيت الشعر بفراحه وأتراحه، فقط ركز مع الريموت واطلب نمرة الساحة. طبعا في ناس سألوني، قالوا يعني شافوني شايب، قالوا هذا ما عنده ما له علاقة بالحب والعشق ولا الشعر ولا، فقالوا لي تحب؟ قالوا تحب، وقلت اي والله احب، احب تبسي رز فوق مفطح، ودي بعون الله يتطور الطب وارجع على عمر الشباب اتبطح. ما أدري أنا ما رتبت أوراقي، لكن يلا. في مرة واحد من الجماعة الله يذكره بالخير قال لي ورا ما تزوج يا أبو مازن، يعني خلاص شبب عمرك شوي بعد هالعمر ده. قلت والله ما من بلقى يعني يقبلني، شين وقوي عين. فقال لي لا عندي لك، ولا عنده بنت عمرها ما طلعت للشارع ولا شافت غيره ولا شافت غير أهلها ولا شافت تلفزيون ولا شافت مجلات ولا شافت آدمي غير ما هو أبوها. دخلت أنا أو دخلت علي، تبي تسوي شوفة شرعية على باله، شافتني قالت تهبل. قلت انا؟ قالت تهبل. التفت يمين يسار ادور احد من جنبي، ما لقيت احد. فاسالها قلت انا زين؟ وقالت انك تهبل. بعذرها ما عمرها شافت الزين. أنا قبل فترة كذا أراد الله علي وقلعت سنوني وركبت طقم، لكن بأثناء الفترة هذه دخلت على الشباب بالاستراحة، قال انت سيدا السلام عليكم مجمعونكم، قال ورما تضحك اضحك صام نثمي، فأقول لهم
قالوا تبسم. قلت كيف تبثم؟ اثمي هيار وناقص كومة سنون. عاد قعدت لي فترة بعدها وركبت السنون. فيوم دخلت عليهم قال انسدهم. قال لي بأفاجئهم. فهم يقولوا لي تبسم، يبون يضحكون علي. فأقول قالوا تبسم، قلت إيه هتبسم. ركبت لي طقم محكحك ومضمون. يقول الشاعر أو يقولون وراء كل عظيم امرأة، هذه حقيقة. المرأة هي أمنا أبونا، أمنا أختنا عمتنا خالتنا، عفوا معليش. أنا لي شيء مناقض لهذا. يقول وراء كل عظيم امرأة، أنا أقول ترى وراء كل سرسري حرمة. إما تعدل تكرمون يكرم المجلس والحاضرين والسامعين والمشاهدين، إما تعدل تضرب بالجزمة. ترى وراء كل سرسري حرمة، إما تعدل تضرب تكرمون يكرم المجلس والحاضرين. وش اسمه اشهد ولا ايه؟ قالوا لي احنا جالسين بالاستراحة وكل واحد يشتكي الفقر ويشتكي انا والله ما عندي الا راتبي، واللي ما عنده راتب واللي ما ادري وش، وفقراء مساكين. فعندنا واحد من اللي يعني يدعون قال احمدوا ربكم فقراء، لكن ما بكم ضغط ولا بكم سكر ولا بكم شيء. شوفوا التاجر الفلاني ملايين الملايين مليارات، ولا يقدر ياكل جريش ولا ياكل مرقوق ولا ياكل قرصان ولا ياكل شيء. فانا اقول عد ما ابي جريش ولا حنيني وقرصان، ولا ابي مضبي ومندي ومدهون. ما ابي جريش ولا حنيني وقرصان، ولا ابي مضبي ومندي ومدهون. ابي كعكه وغمسه وسط فنجال، ويصبح رصيدي بس 90 مليون. احنا طبعا بشعر المعنى، وطبعا ما سمي شعر المعنى الا لانه فيه شعر ما له معنى. فأنا في ناس يحضرون ندوات أو أمسيات أو كذا يدربون رؤوسهم، الله ما يدرون هو له معنى ولا ما له معنى، كله رموز وخرابيط وذا وتجريب وتخريب وما أدري وش. فأنا أقول من الشعر اللي له معنى، يقول حبيبي لا بغاني ما لقاني، ولا مني بغيته ما لقيته، ولا مني هويته ما هواني، ولا منه هواني ما هويته. أوي والله حبيب. أترككم مع الشعراء الحقيقيين. إن حصل فرصة فأنا طلعت أسلم عليكم مرة ثانية. شكرا للمحافظين الأستاذ طارق والأستاذ سليمان على هذه الاستضافة. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر الذي احتضن هذا البرنامج في دورته الرابعة. هذا البرنامج أنا لي معه ذكريات، ذكرى الأستاذ ناصر من جزءه الأول، تقابلنا في أبها هناك. أرجو من لجنة التحكيم
انها تعطيني حقي عاد. يا الله شكرا. اذا شكرا للفنان عبد الله المزيني.